السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم امورانيا اخوان. عندنا واحد المشكل ديال الارباك، ان شاء الله غادي نحاولوا نقلبوا نشوفوا مناش. غادي نسكانيو بهاد ليكرون هادي، هادي راه كدير الدياغنوستيك وكتمسح بها لي كود ديفو. غادي نحاولوا ان شاء الله نسكانيو بها وتشوفي اش من كود ديفو اللي مطلع علينا، وغادي نحاولوا نريبارو. بقاو تبعوا معنا الفيديو ما تقطعوش. هاد القضيه ممكن دير تسكاني بالفي سي دي اس، اولا تسكاني بها اللي عنده 3 دي راه ممكن يخدم بها 3 دي، واللي عنده الفي سي دي اس راه كيخدم بالفي سي دي اس. يلا الاخوان بقاو معنا في الفيديو ان شاء الله. طالعين واحد كود ديفو، هذا ملي كنحركو الكوسان غادي نمسحو. مرات سيبريمو اون فوا غادي نخرج من هنايا غادي تمسح. وديك البورة ديال الارباب غادي تهبط، لان الاخوان هنا باقا طالع بيرمانو خصنا نشوفو المشكل. نشوف هنا راه مشا، نشوف عاود رجع يعني بيرمانو. غادي نقلبو هاد الفيش لي عندنا تحت الكرسي، نحاولو نشوفو البلان ديال الفيش. هنا الاخوان فين ما كنحرك هاد السياج كتشعل لي ديك البولة، كما كتشوفو راه ملاصق. شوف بلاصتو مزيان باش غيبان ليكم ولا لا. نحاول نشعل الفلاش ونصور من اللور. كما كتشوفو هنا الاخوان، هنا راه ملاصق شوف بلاصتو اين فوا كتحركو. كتشوفو هنايا غادي نحاولو ان شاء الله نلصقو في بلاصتو. هذا جا من هنايا ملصقين، واش كان مقطع ولا هنا. غادي نحاولو ان شاء الله نريباريو، وغادي نحاولو نمسحو داك الكود ديفو. شوفو الاخوان راه الحلة ديالو راه كتورك هنا، كتورك يتحل هذا عاد كتجبد هاد الفيش عندك. راه فيه واحد نويف هنايا، غنحاولو ان شاء الله الاخوان نفتحوه وننقيو ونحاولو نفيكسيو في السياج هنا باش ما يبقاش من يتجر يوقع فيه المشكل. الاخوان من بعد ما جبدنا هاد الفيش ديالنا نحاولو نحلو نشوف هاد البلاصه شنو فيها. هذا جا ملصقه هنايا، يقدر يكون المشكل من هنا. والاخوان ملي تفتحو ديما قلب ليه هاديك الكالكير هنايا ما كيدوش الماس. حنا غادي نفيريفيو هاد البلاصه، لقينا فيها المشكل راه هي هاديك، غادي نريباروها باش نقادوها. ما لقيناش فيها المشكل غادي نقلبو ديال الفيش ديال الكرسي. هنا المشكل ديالنا الاخوان، لقينا هاد الخيط شاده غير واحد البارتي خفيفه، فاش كيتحرك ما كيبقاش يدوز الماس، هو اللي دير لينا المشكل. ان شاء الله غادي نحاولو باش نريباريو. كما كتشوفو هنايا الاخوان، مني تريباري وتقادو ان شاء الله تحاول دير ليه سميطات وتفيكسيه في الكرسي من التحت. راه عنده واحد لي زاغراف ديالو باش مني كتحرك انت الكرسي ما كيتحركش، ما شاش لك حتى البوله، ما طلعش لك البوله في الطابلو. هنا الاخوان كما كتشوفو هنا راه عاودت ليه السكوتش ديالو، نحاول ان شاء الله نفيكسيه في الكرسي باش ما يبقاش يتحرك لينا بزاف. هنا الاخوان منين سهل ونقلبوا معنا هذا الفيش، كما كتشوفوا هي نورمال مقصي حيد على الكوسين، ولكن غنحاول نخدم غير من ان شاء الله. هنا هي الفيش ديالنا راه ما فيه والو، كلشي في بلاصتو مزيان، ولكن كما كتشوفوا هنا خاصو يدوز من هاد البلايصه هادي، هي بلاصتو. غادي ندير ليه شي سميطه، وهاد الاخر اللي هنايا اللي قاعد لينا هذا غادي نحاولو نفيكسو في الكرسي باش ما يبقاش يتحرك لينا. كما شفتو الاخوان درت ليه واحد الكوليه تما، نورمالمون كتكون واحد البلاستيكه راه ما كايناش. درت ليه كوليه تما شديتو مزيان باش مني يتحرك الكوسان ما يتجرش من بلاصه.
كما كتشوفوا الاخوان هذا الفيش هذا حتى هو غادي نديروا ليه شي صمطه هنايا باش ما يبقاش يتحرك لنا بزاف. وهذا راه خلاص راه مفيكسي هنايا وراه كاين في الطول كما كتشوفوا هنا الطول على حساب لو بغيت الكرسي القدام ويرجع للور باش ما يتحركش من بلاصتو. ان شاء الله غادي ندوزو باش نطفيو بالدياغنوستيك. اللي ما عندوش هاد الطروات دي كيمسحو بالفي سي دي اس. كما كتشوفو هنا الاخوان نحملو الكرسي ديالنا الاخوان غادي نحاولو ان شاء الله هنا الاخوان نحاولو باش نطفيوه ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا راه البوله ديال الله يربا قعدنا راه مازال شاعله نحاولوا ان شاء الله نطفيوها. هنا الاخوان راه كدوز ديغنوستيك طوموبيل كامل الموتور اللي عنده بواط اوتوماتيك لابيس لو سبي كليماترونيك الارباك الانستريمو شي حاجه اللي متعلقه هنا بسميتو اللي متبع الفيديو راه عارف علاش كنهضر اللي متعلقه بهذا الطابلو كامل سيستيم كونفور موديل كونفور اللي عندنا حتى هو راه ديجا داير عليه فيديوهات. المهم كاع الحويجات اللي ممكن تحتاج حنا دابا عندنا الغراض بالارباك ندخلو الارباك على ما يتقرا لينا راه كيتقرا هنا الفوق هاد الخدمه بحال الفي سي دي اس. دونك هنا راه قرا لينا الارباك ديالنا غادي نقراو الكود ديفو. هنا عندنا كود سميتو ديفو واحد اللي هو هذا غادي نمشيو باش نمسحوه صافي هنا انفو تمسح لينا انفو غادي نخرج غادي نمشي الارباك كيما كتشوفو. هنا البوله ديال الارباك ديالنا راه طفات دونك حنا غادي نحركو ان شاء الله كرسي مزيان كما كتشوفو. كنت غير كنحرك كرسي كيطلع عندي مشكل دونك دابا الحمد لله الامور راه مزيانه. المهم اي ديفو الاخوان كيطلع لكم بالدياغنوستيك راك تقلب عليه في في في, في شي سيت ولا في جوجل كيعطيك اش من بلاصه بالضبط الا بغيتي تسهل عليك الماموريه. اي كود ديفو بالنسبه للطوموبيل بالنسبه للكالكيلاتور اي حاجه راك تقلب عليه كيصيفطك الديفو ديريكت. المهم الاخوان كما قلت لكم انا عندي الطريقه كندخل نسكاني بها الطروات ديال اللي عندي هنا اولا بالفي سي دي اس. الفي سي دي اس راه خلاص راكم عارفين كيفاش كنخدم به. يلا الاخوان تبارك الله عليكم نتمنى من الله نكون قربت لكم شويه على هاد الارباك.